يا له من خطأ مؤسف جدا. كاماني دفاع يغلق كل المناطق لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. يا لها من قوة، يا لها من مهارة عالية. هازارد، مبابي، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. يعدي إلى منطقة الجزاء. باتريك فييرا يلعب كرة الجانب الأيمن. تغيير لاعب على الأجناب. إيسكو فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية ثم الكرة العرضية. إيسكو ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تلعب الكرة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. بوسكيتس، خازريب يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرصة سانحة للتسجيل. مبابي يلعب كرة للأمام. ليفربول واضح جدا التنظيم العالي، التركيز العالي في التعامل مع مثل هذه الكرات. يمر ويلعب كرة بينية، كرة تعود للخلف. بوسكيتس ينطلق بمجهود فردي. مبابي ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ لوحده يخترق بين المدافعين. خازري، إيسكو، هوليت، كرة ملعوبة إلى إيسكو، يندفع واحد على واحد، قوية من كاماني. الله يا ولد، هدف غير عادي. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يحاول أن يلعب كرة بينية عرضية من هازارد. بارتي بابي يجب أن يكون أكثر سرعة في اللعب. محاولة للتدارك في الوقت الأخير. يلعب كرة بينية. دي روسي يلعبها لمنطقة الخطر. كرة تلعب على الجناح. كرة عرضية من مبابي، يبعدها بقبضة يده. رود خوليت، ها هي صافرة النهاية. في رأيي الشخصي فإنه